بنا معرفين عليه ذاك، بعد نشوف ان شاء الله فيديو. J'aimerais libérer ton esprit, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. طبعا كما قلت لكم عني ضيفي اليوم وحلقتي اليوم معنا حلقه استثنائيه، حلقه خاصه، وضيفي ضيف خاص ومن نوع خاص، والاسباب امنيه ما قاعدين نكشفوا عن وجهه لان ما قاعدين نكشفوا عن اسمه به اللي خالد. موضوع ما نعرف ياسر من الناس يقعدوا ما هم يعرفوه، وياسر من الناس يعرفوه هي القرصنه الالكترونيه اللي هي الهاكرز. وضيفي اليوم اتاكير موريتاني، مرحبا بكم معايا على اللي شوف قلبي هون هو وين. مرحبا بكم. انا انقلي موريتانيا اعتكر، ومهاجم موريتانيا تصحيح. مهاجم موريتانيا، مهاجم موريتانيا، موريتانيا اعتكر. طبعا مرحبا بكم معايا في برنامج نسمات صباحيه. وطبعا كيف ما تعرفوا اعزائي المشاهدين، عمليه القرصنه فيها جوانب سلبيه وجوانب ايجابيه، وهو اللي نسلطوا الضوء هون اليوم على الجوانب الايجابيه في قضيه القرصنه، القرصنه الالكترونيه. طبعا اولا اللي تعطيني تعريف عن الهاكرز، عن القرصنه الالكترونيه. السلام عليكم ورحمه الله. اولا هي القرصنة، قاعد شنو نقول لك عنها؟ هي القرصنة فيها جانبين، الجانب السلبي والجانب الإيجابي. وهو القرصان في كلتا الحالتين مهما كان يعود لا مخرج،
يا غير انا هدفي والله حلمي والله طموحي عني عن نسعد للتأمين وياسر المشي واكتشاف الثغرات وإصلاح الأعطال الفنية اللي تعرضوا لها مواقع من الهجمات. وبديت تقريبا نعود في بدايتي كانت إدمان من عمري تقريبا كانت 13 سنة ولا 14 سنة. هي بدايتك مع القرصنة. هي بداية مع القرصنة بدي ما كنت قاعد أعرف معناها شنو. كنت ساعة نخش جوجل ونكتب اختراق المواقع ولا نوصل ذاك المعنى بين دورانا. تم في يوم من الأيام نين جعم عندي وخلي لك ساعة ميسانجر. سابق قعد الفيسبوك خالق وكان خالق ياهو ميسانجر وام اس ان هم اللي كانوا خالقين. وكنت ديك ساعة نولج الحساب مشيت ودخلت كونت عمي وصانجيت كودو وشي ذا كيفو وقال عن زيانت عندي الرواية. وتوهم ما تيصاب بديت نتعلم ذاك كامل وتفننت فيه والحمد لله وصلت اللي انا واصل له ركاتي الحمد لله. وصو من ترى الاهداف اللي تسعى لها في اخبار القرصنة؟ اهداف يطلع لي اكثرهم. هدفي الاول والله 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 الحلم اللي نسعى له انا والله اللي نبغي نوصل له عني 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 نعود هو اول موريتاني حكم ان هذه الدوله اللي هي الصحراء حكما قاعده سكانها 3 ملايين وشي. يعني هو اول موريتاني اسس مجموعه ينقالها انا بس وعندي تصنيفات وعندي علاقات الحمد لله مع الهاكرز مع القراصنه منهم قراصنه زغرسطين ومنهم ياسر مشي وكنت قابلها لك هوايه والحمد لله ما قط بعد ما قط خرجت ولا قط هاكرز مسالم ولا هاكرز ما يتكونوا من ياسر من القبعه السوداء القبعه البيضاء القبعه الخضراء كلهم يتميز عن الاخر. كيف دائما صاحب القبعه البيضاء شخص مسالم ما يسعى لكشف الثغرات وسد الثغرات والقبعه السوداء دائما عنده مشاكل مع صاحب القبعه البيضاء. والحمد لله هذه هي مهنتي ومفخرتني ومفخر عني داير بلدي في المرحله الاولى. وهو تعرف عن فم ياسم المخاطر على الهاكرز من دراك انا كنت حاسب المخاطر كان قد اجبرت منهم ما قد اجبرت مشاكل في الحمد لله مع الحمد لله الناس اللي تعرفني شخصيا اللي تعرف عني قرصان وعني هاكرز وعني خالي ياسر من بيانات نقدر نحصل عليها وياسر مش نقدر نحصل عليه اللي تعرفني ما قط الحمد لله سبوا لي اي مشاكل ولا قط مع اني نعدل لهم همهم على كامل السريه التامه. وهذه كما قلت لك هي اول مره من الجراء تستطيع من قناه اعلاميه قطع عليك مقابله مع قناه الجزيره يا غير في شيء مكتوب. طبعا شفنا مقابلتك مع الجزيره مازلنا نشدوا اخبارها غير انت شخصيا ما قط واجهوك اي مشاكل قط توقيفك في اي بليده؟ قط مره يعني شفت في المقابله مع الجزيره انك مطلوب دوليا من قبل انتربول. بون هي المجموعه هي اللي اسستها تحت اسم انا غوست. هي مجموعه فيها 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 قراصنه عالميين منهم الهاكرز الجزائري حمزه بن دلاش فيها او اكس عمر السعودي المعروف فيها قراصنه المعروفين فيها افراد من مجموعه قراصنه غزه وهي المجموعه من راسها مطلوبه يا غير طبعا انت هو رئيس المجموعه في الوقت انا هو رئيسها وحكما تقدر تقول يعني هو المؤسس لمجموعه انا لاغوس. تكلم لي شوي عن هذه المجموعه هي قراصنه وطبعا هذه القراصنه عالميه وعندها اهداف عندها اهداف اهدافها معروفين هي اول شيء نصره الاسلام اقضح له وعندها اهداف الحمد لله ما قطعنا استهدفنا مواقع عربيه ولا مواقع اسلاميه ودائما كانت بين حروب مع المواقع المعاديه للاسلام. هم اللي قطينا تقريبا 746 موقع هي قط اخترقت المجموعه في 72 ساعه وهذه هي الميزه اللي تفضل بها انا قصد عن القراصنه الاخرين. الحاله اللي قديت اجتمعت القراصنه اللي طبعا موريتانيين
هي المجموعة تاني اللي وصف فيها موريتانيا انت وحدك اه في موريتانيا انا وحدي، واجتماعي معها وتاسيسها كنت في، ما اذكر التاريخ قبال ما ادري باللي ماني متذكره، يا غير نعرف عني قبل مشيت ساعة للعمره، وتميت قاعد يك ساعه في الحرم المكي لين اتعرفت بهاكرز ينقال عمر او اكس عمر، وتعرفت به وعلى هذا المستوى والموهبه اللي نعت له والموهبه اللي نعت لي اساسا هذه المجموعه. كان هو اصلا هو اللي رئيس المجموعه وكان قائدها، وبعد تقريبا اسبوع ايمان، والله من ايمان علمت يعني الخبر وفاتوا يك ساعه في الورك هناتي، وانا ما قصت كعالم اكسافتو اسستو في الناس اثنين المجموعه، هو اللي كان قائدها وكنت انا لا عضو فعال، ما كنت مواسي عني في يوم من الايام عني نقول نعود انا ما قصت باللي كنت اعرف عن مستواي، هو اضعف رقاش في ماتي موجود في المجموعه. عقبوا اتواصلوا لي وتراسلوا معايا وقالوا عنهم يعني انا وليد نستحق اداره المجموعه. طبعا انتم تعادلوا انتخابات هي كدوله هي كدوله، هذا احنا معلمينها دوله، انا الحمد لله هذه عشر ايمان انا واللي حاكم المجموعه، ولا يقدروا يعدلوا اي تحركات مو باوامر مني. اي شيء يطرحوه يتعلم من عدد اعضائها كم؟ عدد اعضائها يعد تقريبا 185 قرصان، عددهم فيهم تقريبا 38 طفلة من امرأة خصوصا من الجزائر والمغرب. عليات عليات زين. و مدرا كانكم قط الجابر تنتم بنفسكم ولا لا عن طريق؟ شوفي من ناحية الجبار هم القراصنة ما يفرشوا في القراصنة، ياك الجبار وياك شد الأخبار، نحن ما نحن خارج قاموسنا، نحن شبكة واجهين الشبكة العنكبوتية ونجبروا اللي على التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، نجبروا ونشدوا الأخبار، ولا فينا نمولي لقط الشاب الوخا، ولا فينا نمولي أمل، ولا قد قاع ما قد قاع يتخمم بها، قلنا كنا حامي راسه وكنا مو فارس راسه، يا غير في العمل أصحاب ومتواصلين وكنا دايرين الثقة في الوخا، ثقة تامة. وأنتم الأعمال اللي تقوموا بها شنو بالضبط؟ شوفي الاعمال نحن الحمد لله ولله الحمد نقوم بياسر مشي كل ولوج على السيرفرات، تدخل السيرفرات، كنا من الناس كيف ما قلت لك، هو الهاكر في نوعين، في محترف وفي مبتدئ. دائما المبتدئ يسعى للتحريض، نتكلم عن المحترف بعد قاعد الاعمال اللي يقوم به المحترف، دائما يسعى الحفظ بيانات الشخص، دائما يسعى لتأمين حسابات الناس. هذا المحترف اللي ما هو مخرب، اللي ما هو مخرب، هو المبتدئ دائما مخرب، اللي قبضوا رغبه قاعد في روايه، قاعد يقبضوا قاعد رغبه فيك انت وفي انا اللي هو المبتدئ، اللي هو المبتدئ دائما يختار يتعلم، هو اللي عليه يتعلم، لا بد من يخرب. ليه تبدا ان مع المبتدئ باللي نختار ونعرف ذول الهاكرز اللي يضروا بمصالح الشخصيه ومصالح الدول؟ اللي هو المبتدئ، واللي هو المبتدئ، هو المبتدئ ذاك ما قلت لك، هو لا شخص كيف انه بدا الاحتراف، كيف انه بدا دخول الشبكه العنكبوتيه، دائما يسعى للتخريب. راك واضح لك بيدو ما وردها عن شيء سوى شنو، الوقت اللي جبار اي فرصه في لقاش لا يخرب لا يعطل لا حتى عنه يقعد يشوف رسائلك ومساجاتك كان ينشرهم، هذا هو يعود عنده هدف عنه للشهره. اما المحترف بعيد منه، المحترف هذا بعيد منه مولي، حتى بلا المحترف دائما يختار يامن راسه ويختار يامن الشخص وتزيان عنده. انا نعرف في زمن كانوا جوني واحدين يعودوا داخلين مشاكل من قرصان مبتدئ، ودائما هالقرصان المبتدئ يخلي اذى. يدخلوا حساباتهم في السوشيال ميديا وايميلاتهم كذا المبتدئين موجودين قاعد موجه حدين رسوم، تشوفي واحد كاتب فلان لهاكرز، فلان لكراكرز، فلان ما تعرفي شنو هو، دائما عارض اسمه ولا داير في المعلومات عنه هاكرز، دائما تشوفي على الفيسبوك والله على تويتر والله على الانستغرام والله داير معلومات عنه هاكرز، عارفي عن ذاك عن المبتدئ وعن المخرب. شغلته هو قبال التخريبيه شنو؟ شغلته ما شاء الله نقولها لك، قد يمشي لك رابط على صفحتك يقول لك عن هذه الطاج عنها كذا وكذا، والله الطاج سياسي ولا روايه، مجرد تخشيها لا يستولى على معلوماتك كامله، فهمتي؟ ما بات الحق لك الدرجه اللي قد يوصل لهاتفك، والله يوصل البيانات اللي في تليفونك، يا غير بعد ليه يوصل لحسابك من راسه، فهمتي؟ ويبدا يتطور بذيك في ذاك المجال، لا يعقب يوصل، يعقب مع الايام لا يحترم،
غير هذه بدايه ولا التخريج ماشي ديك رابط ولا صوره يدير على فيسبوك ولا غامها ويدير فيها ياسر من الفيروس الحانك اللي دري عليه اعجاب ولا فيسبوك كيعيموا لي ديكونكتي راسو والجنت اللي تكونكتي مع داك تكونكتي اللي ديري فيه ايميلك وهذا لاهي 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 يطلع عليك هو مباشره ولا يفتح لك الكونت ولا يمشي لك مولي رساله عنوان مخرب عليك وعنوان دور جديد دائما طالب جديد دائما يدور على هذا المبتدئ. طبعا شفنا شمل هكا زيد تدخل في اخبار البنوك وتحويلات الاموال هكا مخرب والله البنوك فعلا هو فعلا 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 هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه اختراق البنوك قضية تجسس على التليفونات حتى الغيم البيانات حتى على البنوك على الكاميرا اللي في البنوك هما خالقين هما خالقين شتي ولا هكا دائما ما يخلي تراس ولا يخلي روايه ليش بعدو فيه شفتي كل روايه عندها ربط بالشبكه العنكبوتيه تبي تراقب مثلا يقد حد يدخل ويتحكم في الكاميرا اللي تشوفها في البنوك ولا في الشوارع معني راجم عندنا ان شاء الله تعود موريتان فيها دوك الرادارات وفيها كاميرات في المراقبه في الشوارع يا قبل قد حد يوصل عن طريق عن طريق عن طريق الولوج عبر الشبكه ولا كيف ما نقولوا قاعده البيانات يوصل لها رجاج ويتحكم في الكفر معنى عن ما بالنسبه لي انا ما هو شيء مؤمن بدي نعرف عن شركه مايكروسوفت دائما عندها اجتماع كل عام في حاله اطراف عندها برنامج والله عن لوجيسيال تقعد لها كرز وعندهم جائزه والله مكافاه اللي اخترق حسابهم والله اللي اخترق نظامهم يا كاش يا هم يامنوا روسهم دائما فهمتي هو لها كرز ما منه سلاكه اي روايه درتيها عليه اللي يجيبها لك ذاك ولا هاكرز والقرصان دائما يوصل للشخص اللي ما عنده به اي رابطه. من درا كان شرايك هون في موريتانيا؟ تكلموا عن الشرايك كيف البنوك كيف شرايك الموريتانيا من هون موريتانيا من درا كان هم مؤمنين بدرجه كافيه ولا؟ لا اذكر صراحه لاني انا هذه اول مره كيف ما قلت لك نظهر علي الاعلام الاعلام بصيغه كقاعد كشخصيا وهي الروايه مشرفتني عني عن مستضافني قناه شنقيط وعنك بالخصوص انت شخصيا ومشكل قناه شنقيط كل عمالها وكل الناس اللي شاركوا عليه الحلقه شفت ما هون المؤسسات الموريتانيه او البنوك الموريتانيه او شركات الاتصالات بالخصوص اللي عندنا احنا هنا في موريتان للاسف تام ما فهم اي حمايه بدي انا مراسي قط يجوني ايام انا قعد ونحاول الولوج لشركه معينه او مؤسسه او روايه نقول عن الوصول لها سهل ما هو طلب اي شيء سوى شنو قد نوصل لها يا غير راجي انا اهل البنوك واهل المؤسسات عنهم يزيدوا من الحمايه وهذه المقابله انا هدفي منها ان شاء الله نقدر نفيد الناس ونقدر نفيد ياسر من 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 المؤسسات والشركات بدون اي مقابل وهذا هو هدفي. من درى كيف تتم عملية اختراق هذه المؤسسات؟ من درى كان بهم ضعف الحماية ولا تقعدت عنهم ما عندهم حماية؟ هم عندهم حماية، هو ما خالف شيء ما عنده حماية، يا غير هو ضعف الحماية. ضعف الحماية. والله عندكم أنتم برمجة خبيثة؟ نحن ما عندنا برمجة خبيثة، نحن عندنا أندرو جيسيل مكريين نحن أهل المجموعة. أنتم تكريوا برامج؟ نحن نكريوا برامج، هو بيقول لك اللي قال لك عنه يقد بيراتي. ليك ما يحل هو لابد من ان لوجيسيل ولابد من ان سيستم يعود عندك كانك تقدي تخشي نحن عندنا برنامج هم اللي نشتغلوا عليه ومخول لاداره او مجموعه انا قصد ولو موجود على الشبكات العنكبوتيه نحن هم المكريينه ومأمنينه ودايرينه في ولايه ما حد يوصل لهم هم اللي نشقلوه نسالوه على مكاننا ونشقلوه كيف ما بغينا معنا عندنا طرح ان ما اي مشكله والله اي عرقله فلوج اي نظام يسوى هو شنو بما يخص الفيسبوك الفيسبوك نشوف الناس هنا تعدل الروايه شفتي هو دائما يعود لهم ذا كامل الرقم السري الرقم السري انا عيت نشوف واحدين عيت باقي نعود مستحشي والله قاعد ماني واحد في شيء عيت نشوف واحدين مثلا راكاتي فاتحين الفيسبوكات على ارقام تليفوناتهم ودايرين كود رقمهم ولي تليفونهم راك واضح لك هو لما دفاس لابد يتكون من الروايات حد يقدر يامن راسه يعني لابد يتكون من ماجيسكيل ومن سكيل وارقام لا عاد فهمت يا رموز والله شيء ذاك يزيد الحمايه والبريد الالكتروني
فعلا عندنا جيميل وعندنا ياهو وعندنا ياسر من الايميلات اللي معروفه. ذاك ما فهم حمايه. انا بعد اللي ننصح به الناس اللي فاتحه حسابات على الفيسبوك عنها تعود فاتحه بخمس ارقام والله ست ارقام وعودهم مشغلين حمايه على الهاتف المحمول. ذاك هو شو هالشيء. الناس اللي فاتحه ايميل فاتحه الفيسبوك على ايميل ذاك اختراق بسيط. ضالي عني معلم معكم وانا سلقطة ما قبضت حساب عشوائي. طبعا لان طلبوا من المخرج يقدم لي فقره اختراق الفيسبوك تكلم لي عنها شوي بينما يجهز العنصر. اختراق الفيسبوك بسيط جدا. بيدي هو اول شيء بديت فيه انا حكما. اول شيء بديت في اختراق حسابات الفيسبوك. وكنت ساعة قابلهم الا للمتعب. ولا نقول للمشاهدين عن خالق الباج صباحة كانت موجودة على الفيسبوك. ذوك الباجات الجف اللي كانوا يخلقون ونشر صور مع الطافيلات الحمد لله تمكنا بعد فترة من العمل الشاق عليهم قمنا بتعطيلهم. ومازلنا عليه رواية اللي مازلنا نحارب أي رقاش والله أي شخص يحاول التخريب. بدي أنا من الناس اللي يقعد قاعد على كونكشن حتى كونكتي نشوف أي رقاش يخرب والله يا ودع يجوني أنا شكايات على الباج والله على الانستغرام عن خالق خرب الصفحه. ايه عن خالقين وحدين يخرب ولا خالقين وحدين متباركين هكا وحدين. ذوك عيت نمشي لهم مساج سبب عليهم اول شيء وقولوا معنا النظام اللي واحد فيه الذي واحدين فيه والله هم اللي العقوبه اللي يواجهوها عيت نقوم بتعطيل نظامهم فهمتي. هو حتى تعطيل بسيط جدا. هذه مشكله عيت دائما نلاحظها على صفحاتي والله جات من طلبات عيت اجبارها. هنا طلبوا من المخرج يقدم لي الفيديو طريقة اختراق الفيسبوك. هنا تشيلين قبل وركات اللي نبداو باختراق الفيسبوك والمي استغرق خمس دقائق نحن نحاولوا ان نعدلوه فقد هون نعجنوا على هذه ولين قبل يعطينا هنا الرقم العشوائي لين نمشوا شور اديزيم كوماند ونين سيليكسيونو العشوائي اللي اعطانا لين نعجلوا عليها انتري لينقصوا فيسبوك لينديروا هاكولي نحن رقاش اللي اخترنا لينعينوا وفيسبوك اللي ندوروا لينديروا فور اكزامبل هذه مرات او اه راهو ماشي على ريشارج ايوا هنا تيري تجيك عن العمليه عن هريسي 192 نقول ماشي معدن الفيسبوك على كود ما نقدر نقوله يا غير لين تسابي ايتاب على كود ما نبغي ياخذ لين سيليكسيوني لين كولي على فيسبوك واحد هون راح يفتح قالوا احمد الشمري لنشوفوا معلوماته كامله ماركاتيه لين فتحوا الصفحه الشخصيه كانت توضح لنا الصوره لان يقولوا عنها هي الخانه ماتت حاله مهمه. دائما نعود مخلين هنا تيليكوماند هذا الكوماند هم القنابل المدمره. هنا نرجع لاحمد الشمري هذا متابعينه 693 عنده صفحه معدلها مكريه جديده كاع معلش مكريه راعي متابعينه كما قلنا عنهم 600 اصحابه 4638 اوكي لين نمشوا نقبلوا حد من اصحابه مثلا لين نقبلوا شي عشوائي لين نقبلوا هذا اركاتي لين نكلكوا عليه ينقالوا البارون هذا اركاتي في ابو ظبي لين نقبل هاي الصوره عليها 15 اعجاب لين عدلها تقريبا 1 مليون جم ندير لها 1 مليون جم نديرها 1 مليون جم راهي انتبهوا معنا هنا نديروا واحد ام اللي هي 1 مليون راهي عاد 1 مليون جم والناس اللي تراعوا فيهم راهم 1 مليون كاملين ظاهرين لكم وتو
طبعا شفنا هذا الفيديو عن اختراق فيسبوك، توضح لي طريقة أكثر العدل. هي طريقة بسيطة، هي طريقة بسيطة جدا. هذا المنادي ماركاتي اللي ها الضحية اللي كان معني رديت له حسابه ومشيت له رسالة عن يتابعني على القناة وراني مقدم له، راني معتذر له حتى عن عدلت وراجل عنده وانا قاعد لا يسمح لي. انت عدلت رواية خلطة منها. وفعلا هذا لا بسيطة، هذا لا تجربي كامل. اوضح لك، كان يوضح للناس الطرق الحماية اللي عدل كانوا يأمن بها. هذا النادم اللي هو اللي انعرض حالا وضع، كان ما في شيء معلوماته، وكان ما في شيء ايميله، وكان الجهاز اللي عنده كان يكونكت من 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 اوردناتور، وكان فاتح فيه حسابه. انا وصلت له عن طريق عني لغمت، عدت له رساله او لغمتها، وصلت لي المعلومات، اقبلت الايميل، دخلت في كوماند البرنامج اللي عندنا ودرت معلومات اللي هو اي دي، ومن خلاله وصلت الرقم السري وفتحت بها حساب. هي طريقه فعاله، وراجيكم قاعد ما ظهرت ذاك كذا. يا غير هاي الطريقه هي الفعاله، وهي اللي نشتغل عليها على حسابات الفيسبوك اللي ما استغرقت فيها دقيقتين والله ثلاثه، واحد عنها لا اقل. ومن درى الناس اللي فاتحه تويتر، فاتحه سناب شات، انستغرام، نفس الطرق، هي كل طرق تؤدي الى روما. نحن عندنا ما خلقش مستحيل، اوضح لك. معنا نلقى حد بدل مودي باس وعدلوا 5 مرات لكن قد يبدلوا، عن ناسه، عن اصحابه، عن شيء. يا غير هاكرز لا يقعد على الوايه، دور الله يعرف الثغره وين. وبلا فما فيها طريقه تحمي حساب الشخص؟ فهم طريقه عندنا نحن في المجموعه مأمنين بها روسنا، مأمنين بها حساباتنا، مع اني الحمد لله ما قد اخترق لي اي حساب، مع اني تعرضت لياسر من المحاولات، تعرضت ل 1700 محاوله قرصنه، وكان امثل الهجمات اللي تلقيت لها كان جايه من الصين. والحمد لله حساباتي مؤمنه، وقط قاع درت على فيسبوك ديك الساعه، كنت مواصل دخولي على النت، عندي اوقات ندخل فيهم والناس متابعتني. كنت اتعرف لهجمات، الحمد لله ما قدر قاجي عنه يدخل لي، ومن راسي هذا هو اهم عندي شيء. ومن درى تامين الهواتف كيف باغ اكزومبل الناس اللي تليفونها فيها شنو الصور؟ من درى كانكم تقدروا تدخلوا وعد كاع هو تليفون وما فيه ما هو داير الانترنت، من درى كانكم تقدروا توصلوا ل شفتي لي دوني اللي في التليفون. شفتي انا عييت، يجوني وقات نقعد قاعد في الدار، يجوني اتصالات من اشخاص اللي عنده تليفون مسروق، مثلا ابل هذه مع الايفون، ايفون عنده نظام حمايه متين اللي هو الاي كلود، يعود لها التليفون. كانوا يجوني اشخاص مسروقين هما تليفوناتهم، ولا اساس عندهم يعودوا قابلين، يعود قابل واحد منهم زاد عنده انا قاعد تليفون بدا شغل، يا غير الاساسي عنده فيها لا الصور اللي موجودين فيها. يجوني ونمشي معاهم، واكثر الممارسه على النشاطات اللي نعدل لا في الدار ولا مقاهي الانترنت، واكثر يجون قاعد لا في مقاهي الانترنت. هي بدايتي اذا تعلمت ودمنت ومشيت وقعدت في سيدارات، كانت ديك الساعه سيدار في كارفور ينقال فيها مقاهي المهندسين، وعجبني الاسم حتى باللي كنت اختار عود مهندس، فالله على طمح للروايه اللي هي كانت فيها مراكز، نجيك الساعه انا ضل عندها الوقت ولا تخلص مني، نجي مع الصباح من الثانيه انت معنا نص ساعه المغرب. هذا ادمان؟ هذا ادمان هو هذا ادمان، هو اللي قال مولاي احترف مولاي ادمان. وفته يا غير ما تي طرق للحمايه، فهم ياسر مشي التليفونات تراقب، هي مثلا نقول لك انا عن الشرايك ثلاثه الاتصال، نجيهم رساله راكاتية الكشف حساب عن رقم مسروق، يعدلوا الكشف مكالمات، المكالمات الصادره والوارده، وياك اللي عدل من المكالمات. وطبعا انتم يجيكم ما لقاش تليفون مسروق، ما ادري كانكم تخصصكم في ذيك الداله ايبل اخبار الاي كلود ولا تخصصنا في تحديد مكان الهاتف. انا نعرف زمن كانت قاعده خالتي سابقا رحمه جداتي الله يرحمها، قالت واعطتني كونت في البنك، ماني ذاكر اسم البنك، وقالت لي يعني انا كشف لي حسابها. قعدت ذاك النهار عندي ماتريالي قاعد، عندي اوردناتوري قاعد،
جات صاد عليها قلت لها هذا في البدايه في الاولويه اللي انا عدل قلت لها انت صاحب البارح قلت لها 9800 من فرع كذا ما وكذا قامت انخلعت وجات قبضت ارضنا سيري وقبضت قبل ما انخلعت يا غير الحمد لله ما قط سعيت لروايه غير قانونيه ولا قط مارست شيء ما هو قانوني شاب موريتاني عندي طموح وعندي اهداف نختار نوصل لهم وهذا هو حلمي هاكر مسالم ولا اعطي راسي العافيه مولدي ومن ترى الطريقه اللي تحدوا بها بالتليفون كان يقدر يجيك التليفون يطفيها ما تدو تحدوا تحدوا والله يقبضها وينحرها كيف ما يقولوا البعض شفتي هي تليفون اساسي تقول توصلوا لها هي طافيه هيك احنا نقد توصلوا لها وهي ما فيها ريزو لا لا احنا عملنا هوريه ولا يكاشفنا توصلوا لها ما فيها ريزو مرتين قط حدت تليفونات كانوا مسرق عليها اشخاص وحدت مكانهم كانوا في دكار يشغلوا ابل مع اورانج حدت مكانهم في بلاصه قالت بكين هذا ولي متذكر من شقط عدلته في الخارج وقد حدت ياسم تليفونات حدد المكان وعندنا برنامج يحدد المكان ويحدد المكالمات ويراقب المراقب لا بد من تليفون كاتير لا على كل حال هي الطافيه قاعد الاورجيناتور الاورجيناتور هو حلم حياتنا الاورجيناتور وراها يعني عندنا هني تعود باريزامبل مسروق اورجيناتور والله تابلت نقدو نحدو مكانها بدينا على يجون ياسر من الطلبات ومعاني موقف على العمل بيخلق والدتي ولا نختار المشاكل وقاعد الحمد لله طبعا ما في شبه اللي الناس تتعرض يا غير هي يوميا في اخبار تلفونات واخبار جناترات خصوصا على درك في الاونه الاخيره نلاحظوا ياسر من التلوصي اسمه لك مهماتي عاد عمل الدوله يلا الدوله هي اللي نحن كنا راجلين موجهين ام الرساله نيتكم تتعاونوا مع الدوله هذه نحن اعطاها انا بعد من هذا المنبر موجه رساله للمؤسسات والمؤسسات الحكوميه عن خالق ايادي موريتانيه شباب في قمه الذكاء فهمت كلهم عنده طموح يا ما خالق دوله في العالم هذا المغرب له عنده مجموعة من القراصنة هو اللي يعتمد عليهم في جميع الأعمال كتأمينات كمراقبة كياسر مشي أنا في بعض الأوقات والله العظيم اللي كنت أختار لو عدنا عندي جنسية ثانية كانت تقبلني دولة ثانية أنا أشتغل وهذه الدولة الله اللي ظاهر اللي مولانا عنا في صرفي نحن كشباب موريتاني أنا أعرف بعض من الشباب هنا في موريتان دولة طبعا لا تقوم بك وبالشباب اللي موهبين كيفك هي معانا حاولنا معانا قطينا أنا إذا ذكاء حد يستثمر في بلده وشباب من يستثمر في دولة لك وراجل عند مولانا كيف ما قلت لك هذه عيوجوني أنا عيوجوني رسائل على مواقع التواصل رواقيش يقولوا لي هل احنا عندنا فروجي نختاروا مولوك نختاروا نعدلوا لك كان عندي خوف من الجبر مع الناس والله كان عندي فهمتي ما في مراحة ما في تمالكت يا غير بعد كنت تراجم عند مولانا لا نعود موحرين الشيء وتعود الفايدة للدولة والفايدة لنا احنا هو حب الوطني من الإيمان وش ما جبرتوا فينا الدولة ما لا جبروا فينا لقاء طبعا عندي سؤال هون في الفيسبوك وشفتوا عندي مساعدة قعدت قريب من 20 أو 30 مرة وخصوصا الطافدات كلمة تمشي لي طبعا موجهة تحية خالد السالم كتبت لي السلام عليكم منى شحالك لاباس سولي هدي عن حد هي يحمي تليفونه وش يعدل خصوصا احنا الطافدات اللي كنا تبغى تليفونه تصور فيها الصور بسيط من هذا المنبر ومن هنا تيري نقول عن ان شاء الله ولي نؤسس ان شاء الله مجموعة على الفيسبوك وليقوم ان شاء الله في ادارتها الشخص اللي وراء الكواليس ينقال له عصام ابن الفلسطيني حسابه على الفيسبوك هو واحد ان شاء الله يعد من الرواد الثاني موريتاني ان شاء الله من هذا المنبر من اليوم ان شاء الله لنعلن عنه ان شاء الله وليعود في مجموعه انا ناقص اللي اسستها بالنسبه لسؤال الاخت اللي جاك قالت على الفيسبوك لينعد المجموعه ابتداء من اليوم ان شاء الله على الفيسبوك وخصوصا حمايه الناس ولان عدد الطاج يتم يواصل معي مباشرة عن طريق الفيسبوك إن شاء الله وأي رقاج دور أي حماية أنا مستعد بما أني رئيس المجموعة وعندي مدرا ما في أبليكاسيون تعود سيري يديرها رقاج في تليفون أو في جهاز عندنا موجودة أنا تليفوني أركاتي اللي انشغل ما قد حد يراقبها داشت لكات الاتصال
ولا وقالت له خاطرك ساعه تحدي بين اعطيها كاتي رقمي هو رقمي مماثل نختار الكش على الحساب اللي هو فيها انا ما تسلي نقدر نعطيها كاتي عاد حد من المشاهدين يشتغل في دارة ما تسد مستعد نقول لها رقمي ومستعد ما يأخذ لي مكالمه واحده والله مكالمه عدلت هان الرجال والله شخص معدل انت تليفونك معدل انا التليفوني انا فعلا دور الامر راسي طبعا عن الهاكرز لابد من يأمن راسه لين نرجع شوي لأسئلة الفيسبوك سابق نقبضوا سابق نقبضوا الاتصالات قال منى وشكرا على البرنامج الرائع نسمات صباحية وشاكر المصورين المهندسين الصوت وسؤاله من درى التخصص اللي عنده كانوا جاي اصلا عن هواية والله هوس هو هوس سؤال الثاني شنو هي اهم الصعوبات اللي قد تجبرها في هذا المجال اهم الصعوبات اللي قد تجبرتها في هذا المجال امتن 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 صعوبات هو اللي اني كنت مضي ايام وليالي نعدهم انا سهران ولا قط في حياتي نتذكر عني قط قعدت على جهاز جهاز انا شخصيا لين كونكسي لين واحد يوتيوبر صنف اللغنة ده انا كنت نقعد على جهاز لين زيد معلوماتي لك وضح لي ما قط وقت ضاع لاني الحمد لله الانترنت المعلومات هي كانت حياتي هي كانت الرفيق هي اللي كنت نقدر كنت نقعد عليها كنت نجبر مشاكل اللي نقعد عليها الحمد لله يا بعد لا هوس وادمان ذاك فريق حد يخلصه. السؤال الثالث شنو هدفه من وراء هذا كامل؟ طبعا ذاك في السؤال فت جاوبت عليه. وحدين ريم كتبت عنك انك خلعتهم بالقناع. لين اقول ان شاء الله في نهايه الحلقه ان شاء الله. نهايه الحلقه ان شاء الله. نهايه الحلقه ان شاء الله. اذا عندنا هاكرز محتزن. انا ان شاء الله وافي من حالا ناكاتي لين اسعى لطلبات المشاهدين وكيف ما قلت لك الطاج اللي نعدل ان شاء الله. الناس فر اللي تبغي تامن الرجال اللي تبغي فر تعدل ذا انا ان شاء الله موجود وتحت خدمتها. شيخ حماد السمسدي راني موجه لك تحيه اكتب لي السلام عليكم مناش هذا القرصان اللي معك عندي له سؤال ما هو الهدف الاساسي من مزاوله هذه المهنه هذا جاوبنا عليه وهل هي مهنه مطلوبه من في اجهزه المخابرات الموريتانيه؟ لكن هذا واحد كان ذي المهنه الهاكرز هذه كانت مطلوبه في اجهزه المخابرات انا تمت قاعد نهارات اللي سمعت عن 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 عاد خالقه ماده من القانون انا تعاقب عليها انا عاد خالقه ماده من القانون هنا في موريتانيا انا عاد تعاقب على الهاكرز انا هاكر اخلاقي لك وضح لك هو فهمتي انا نغير على الناس نغير على شعبي نغير على اي شخص فهمتي ما نختار اي رجال يتسبب فاتوا جاوني اشخاص جاوني في دموعا متعرضين القرصنة من جهات معنية دائما نختار نساعد والله العيث نمشي من الدار واحد رجل نأمن له حسابه الناس اللي داروا ويفي في الدار بيعطي كوداتها للناس هاي رواية أنا ما ننصح بها هالويفي يلا يعود خاص بعيال واحدين يولجوا خالق برامج يقرصنوا ويفي ويلغموا الجهاز من راسه لو الروت ويتواصلوا به المعلومات الناس اللي يكون من ذاك ويفي كامل وتشوف وأنا هاكر أخلاقي لك وضح لك ودائما نسعى للاصلاح ما قطعت حياتي ساعه التخرج ما قد خربت لك وضح لك وعندي رساله واحده ضح لك هي جمع الناس وهي اصلاح احترام ممتلكات الناس وتامينها وياسر من الشيء طبعا مثل ثقرات بعض الشرائك ونختار نقول كلمه للناس اللي تشاهدنا علينا هذه الحلقه ما لنا دايرينها هي كان كما يكتبوا لي بعض دور تخد عينا نو دايرينها هي كان نحسوا الناس بالاخطار اللي يتعرضوا لها خصوصا اهل الشرايك وهل الناس قاعده عندها فيسبوك يقدر يقعد ما هو خايف حتى على حسابه بهدي هنا خارجين واحدين قاع هم خارجين واحدين اركاتيه يمحوا واحد يقبض مساج على الفيسبوك يشاتي مع لقاش لا يوفى يمحيه نحن نظامنا الحجز ما هو خالق رواية ذات مشات لأن هو لسارج رجع عند الفيسبوك ما يمحي هو يمحي لا عندك تلي فاتح كونت كعضو جديد على الفيسبوك هو اللي تسمح راسها لك ويمسحها عنك انت معنى عندك اليوم اللي عيت تعدد انت مدافع في الفيسبوك يوصلوا بعد وواتساب واتساب قاع والكاريزر الوحيد نحن واتساب قالت لي يا سارة أحمد ومرحبا بكم ومرحبا بضيفك راني موجهة تحية حابة وهذه ما شاء الله عمل رائع
نبقى نسولوه علاش مكاشي وجهه. إذا كان شو وجهي هذا القناع اللي هو طبعا الناس هو يا غالي الناس تعرفوا عليه. يا في نهاية الحلقة إن شاء الله الناس دور تعرفني وتعرف اسمي وتعرف قبيلتي. قدك سيدي محمد. السلام عليكم. سولي لي عن حد عنده حساب شنو أسهل طريقة يعود قرصان. شفتي هي أسهل طريقة يعود قرصان مع هي خالقة. هو القرصان لابد من يتكركن، لابد من صعب، لابد من ياسر من الشباب، لابد من دورات. فهمتي خالق المنتديات. يتعلم حد يجي مراحل الهاكر الأولية لابد منها. أقضى عليك هو داعي رجاج يقدر يهاكي فيسبوك وفيسبوك يهاكي مار راولك ما هو بسيط. هو صاحب الفيسبوك مو داير الفيسبوك الدارجة هاكي يا غير خالقين برامج وخالقين روايات احنا نشغلهم نقدر نوجه للحساب اللي هو مع تطوير البرنامج اللي معدلين نحن عندنا برنامج نحن مالكينه وبصنعه يدينا ضحلك وطورناه وعندنا نشتغل عليه ومدري حد له يعود هاكر شي عدل لا بد ان يتصل بحد منكم انتم يعلم شفتي انا ما نعلم بصراحه ما ولا نقدر نعلم يا غالي بعد اي حد اطلب مني غاية تعود لك يا غاية نقدر نعدلها يعني انا نعلم انا ما اقدر نعلم باللي خايف نعلمه نعود علمته الرماية غرماني يقول لك انا خايف من نعلم هذه مش يطيح على ما خلق مولانا زين من ترى كان موريتاني فيه شباب هاكر بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا ما فت صراحه شفت واحدين بباس بيهم ودي هاكر عندي انا بالنسبه لي دي قط احتجت افتجارك هو الصديق اللي ورا الكواليس عصام ابن الفلسطيني راني موجه للتحيه وان شاء الله ان شاء الله لا يوصل للمرحله اللي فيها نحن ان شاء الله ويعود واحد من الاعضاء معني انا ان شاء الله مقرر ان شاء الله وعني الاعتزال التام لهذا الحمد لله من السنين كامل واحد له علي احمد اختي العرب الطريقه بها دردشه على الماسنجر ما يخالق نهائيا ابشر قادك على ما يخالق هذا ما يخالق نهائيا زين الداهي صديق البرنامج هو مسروق الاورديناتور ذاك النهار معنى انك يالتك تتواصل مع يتواصل 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 معنا ان شاء الله عبدنا قبل اتصال هو ما وقال عن وجهه لا يقلع عن وجهه ان شاء الله في نهاية الحلقة ان شاء الله رب نختار لكم اتصال انتم بعد قاعد اللي يقول عن قضية يقلع عن وجهه قال لك الحسن ولا التراد عن السودك اي الدول اقوى من ناحيه الهاكرز في افريقيا والتصنيف موريتانيا شنو هو؟ هو التصنيف في افريقيا انا نعتبر عن موريتانيا هي دوله. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. واصل فكرة الهاكرز في افريقيا نحن قطينا وصنفنا قط صنفنا موقع عن بالنسبة لي انا كموريتانيا اعتقد كمهاجم موريتانيا درت مرحلة موريتانيا هي دولة افريقيا وعالميا وصنفت 2017 ثالث عالميا واول افريقيا وراني موجه تحية للقراصنة الأفارقة موجه لهم كامل التحية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم.
نحن اختارنا نربحوا الوقت ونجاوبوا على اكبر عدد قدام من الاسئله. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. الو، قالت لك ان منى دائما نسمع عنك، قد حد يخترق تليفونك ويصورك مانك عالم. حق الله سولي ليكم، عرف حد عن تليفونه مخترق وحد كيفو مثلا يعود ما يشق الكاميرا والتسجيل صورك انت مانك عالمه بها. حمدو، انا مسوله سؤال عنها، قد حد يخترق تليفونك ويصورك مانك عالم بها؟ شفت ذيك الرواية، دائما الشخص يخاف من ذي. يغلب بعد اللي نقولهم عن ما خارج برنامج متاح على المواقع، في ذاك البرنامج اللي يفتحها الكاميرا على اجهزتنا نظام الاندرويد، والله الايزو اللي هي الايفون، ذاك نعرفه كان موجود على الاورديناترات. يا غير انا ما قصد موجود عندها البرنامج بدون تجسس، بدون تحول. نتكلم كاميرا، شفت انا بدايتي بهذا عادي كمبتدئ، وكنت مخرب نعرف عني، كنت نتكلم مع الواقيج نفتح كاميراتهم ونصورهم ونقابلهم الصور ونجيهم ونضحكهم ونجيو على بعد من باب التسليه. يعني ما قطع على صوره رقاش ولا قطع على اسم رقاش تفضل. ما دري كان قد صح ضركاتيها في كيف تقريبا حتى تصلك على الواتساب والله الماسنجر ولا يفتح كاميرا. صح، بعد بالنسبه لي انا صح بحد خاصه ما نعرف. نقول لك روايه البارح اللي نتكلم معك تليفوني اخطان تريك اخطان تريك داير. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، 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 السلام عليكم. الو، نعم، تفضلي اختي. مصحات ميكروباس. يا مرحبا بك، سهلا. مشاهدة انكس عنك التلفزة شوي. نختار نسلم على بيتكم. ايوا، انكس عنك التلفزة شوي تعرفين عليك. هذه موهبة زينة حتى من معانا، تعرفين عليك اختي؟ ورانا مشجعين هادي. ونختار نقول انه كانوا قد هاكي ايفونه. كان كنتي من راسك قد هاكي ايفونه؟ هذا راح اللي ولا عنه فني درس. هي بات عنه كان انا سمعنا سؤالك. مسوله كان هي من راسها قلت لها كي ايفون. هي اخبارها هي قاعده احنا قلت لها كي فيسبوك لابسها كي ايفون. نقبل اتصال ثاني. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وش حالك مغربة؟ يا مرحبا وسهلا. الو، نعم، تفضل المشاهد. عليكم السلام. لازم شنو؟ ليت تشوفي عاد الحلقة الليلة منوي والنص الدور تابع ذا اللي قال الراجل شنو. نقبل اتصال ثاني. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، نعم، تفضل مشاهد. ألو، السلام عليكم. مشاهد انقص عنك التلفزة شوي. ألو، يسوي لي اللي كانت قد انقص التلفزة كي نسمع لك يسوي لك عن. أي كلود، أي كلود، ثم نحن ما سامعينك بين التلفزة، مشوش على التلفزة عندك. انقص التلفزة شوي. كان يقول لي وهكذا.
اي كلود كان يقدو هكر. اي كلود كان يقدو هكر. اي كلود اخوي قاعد لا توحلنا، اي كلود يا اخوي تختار شركه تعفل تشكي منه. اعتمدت فيها طرق، قلت حد يعني انا شاكل انك على الاتصال تواصل. قلت حد هو سوى كان اي كلود يقدو هكر، هو اي كلود مفتوح ده على ايميل. لك وضح لك، وبعد حد يختار عايست يرد ملفاته وصوره وضع ناسي مودي فاس اي كلود يقدر يرد. حنين شوي. من درا خارجين التليفونات يجوا مخرجهم اي كلود. يقعد يكون عندهم سرقه دائما. من درا كانكم تبدوا تفتحون؟ ذم احتمال الولوج ذاك النظام. احتمال تقريبا كم؟ 85 الى 80%. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو. نعم السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. واش حالكم يا فرداس؟ يا مرحبا بك وسهلا. الو. قطع. الو. الو نعم تفضلي. الو. تفضلي اختي معك برنامج نسمات صباحيه، لعاد عندك سؤال تختاري تطرحيه. الو. الو. قطعت. قال لي احمد، احمد سالم صلاح، سؤال حسب كلامك هل يمكن اختراق سيرفرات فيسبوك؟ سيرفرات فيسبوك ولا لحد في راسيهم؟ نحن ولا نتكلم ولا على كلمات السر. نو نو كما بنيت في المثال المصور وهذا النوع لا يعتبر قرصنه. السيرفرات قاعد عليهم، قاعد عليهم مارك. ومارك طبعا هو قال لك عنكم انتم تقوموا بسرقه كلمه سر وعندك ما يعتبر قرصنه. شوفي هي قاع كلمه سرقه كلمه السر لكن يوضحها للناس. هو خالق الهاكر وخالق الكراكر. اوضح لك هي السرقه ما هي خالقه. هو هي كلمه قاع اختراق كامل، هي مصطلح قاع فهمتي دا السرقه. هو البلوج هو ذاك خارج ماتي نعدلوا روايات النصب والاحتيال ننصبوا على واحدين طريقه ننصبوا بهم خارج ماتي البلوج واضح لك. وهذا كان له في شيء ايجابي وفي شيء سلبي كيف ما قلت لك. هي سرقه كلمه المرور، انت فاتح كونت على فيسبوك ما ليه ماشي ذاك رابط والله شيء دائما هي هذا المبتدئ. اي واحد يكريو رابط صفحه للفيسبوك مزوره والله روايه ومشي لك القاش ومن خلال يعني اي حد جاته رابطه على الفيسبوك ما يفتح. ما ننصح انا بعد ما ننصح شخصيا ما ننصح اي قاش يفتح رابط. موضوع اهم شوي بقي الوقت قامت لي منه ياسر حتى ونحن ما زالوا عندنا موضوع اكبر هي قضيه اختراق البنوك. طبعا لنا طلبوا من المخرج عنه يا الفيديو، فيديو تعريفي اول شيء بالمجموعه نقبض فيديو تعريفي، خلوا فيديو تعريفي المجموعه هو الاخير. ما في مشكله. ما في مشكله نختموا فيديو تعريفي للمجموعات. انا نقص يقال بركاتي هذين نشوفوا فيديو. هو فيديو عدلت، عدلت لعبه تكلمت مع نقاش حاولت له مبلغ 7200 دولار وسحبتها المراه وعقلت مولي رديتها لها. وتو هذا الفيديو موجود عندكم على يعني. طبعا الفيديو موجود عندنا وكلام المرأة مؤثر جدا 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 اللي انقلعت منها فاضتها ما هي عالمة بشي. لأن طلبوا من المخرج يقدم لنا الفيديو بعد نرجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عليك الحمد لله. راح تبعث لي، راح تبعث لي الحساب اللي عندك وراح ارجع الفلوس اللي يعني اللي اخذناها من قبل. الله يرضى عنك، الله يعطيك الصحة. يعني واسفين على كل شيء. على ميزان حسنات. امين ان شاء الله، واسفين على كل شيء. الله يرضى عنك، يعني الله يجعل ميزان حساناتك، صدق وامن وامن بالله انا معي الحين جلطة. وانا قادر وحيا قسما بالله ما انا قادر اجيب علاج قسما بالله. يلا 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 عادي انا. السلام عليكم حبيبي. انت ليش عم كل ما تحكي تقول السلام عليكم؟ يعني التحية من الاسلام. وعليكم السلام. بعثت لك من عوايدك يعني. اوكي
المهم بعثت لك الحين صورة على الواتساب يعني حق البنك، حولت لك اياه عن طريق بي سي ام يعني البنك الدولي، بعثت لك يعني 5000، وابغاك تتأكدين ان شاء الله وتبعثي لي الجواب. حبيبي بس ما فهمت شيء انا من هاي الصورة. يعني فيها رقم يعني تسلسلي، الرقم التسلسلي هذاك يعني حق الحوالة اللي سويتها الحين. طيب وين البنك اللي مسويه فيه سوسيتي جنرال؟ ايه عارف يعني حق الجزائر. انا سويت تحويله وبعثت لك الصوره، بعثيها الرانيا او سلسبيل من شان يتاكدون وبعدين خبريني. طيب طبعا هذا شفنا فيديو قلط المخرج شوي. هذا بعد منين فت هذا قيمة التحويل 45 أورو هي اللي كانت في الخارجية الأولى. بعدها حولت لها 5000 دولار، هي موجودة حالا في إسبانيا، هي جزائرية الجنسية. قمت بتحويل 5000 دولار. الطريقة اللي توصلت لهم هما تبيها الجزائرية؟ الجزائرية أصلا توصلت لها عن طريق حساب وفي إسبانيا حالا أتعدى العملية حسب كلامها، وحولت لها مبلغ 5000 هنا تي. أنا محاول لها، أنا 5000 دولار ما عندي، يعني حولت لها المبلغ كانها تسحب، وهي ديجا أنا عندي ما حولت. أنا بتشوف ساكر كونت اللي أفشل في الفيديو كانت عندها 45 أورو كبداية. يغار هي عندها والد، هو اللي ودع لها فاتورة، وهي أصلاً كانت تمشي لا تسحب من كونت والدها شم ظلة. قمت أنا هناك مشيت لها 5000 عن طريق حوالة، راني اسم الدراسة اللي قبلتنا الغضاء ماني قايلها، ومشات وسحبتها. وفي النهاية تلفنت لها أنا وقلت لها عني لين أقلعها، وقلعتها ورديت للشخص الثاني اللي في الفيديو الثاني اللي غلط المخرج في ذات الفيديو. صدام العاد عندك فيديو ثاني طريقة اللي قبلت منهم الفضاء. هم على راضي يعني عندنا 4 فيديوهات ومكالمتين مع الجزائرية، دي كنا نتكلم مع جنسية الجزائرية، وفيديوهين مع فلسطينية اللي كانت أكتر تتكلم، وهم شيت لها دوكالوجيات اللي قبضتهم منها اصلا اللي قاعد فلسطينية قطعني قبضت منها وقيات في زماني مزلت ذيك الساعة واحد في مساي قبضت منها وقيات. يا غالي بعد تم استرجاع المبلغ بالكامل وفي المكالمة، وراني راجلها وطالب لها السماح معانها يتعداركاتي يتابع الحلقة بيدها، كانت تكلم معي البارح وكانت تسولني عن تردد قناة شنقيطة الرضائية او من شيتولها. مدرى دي الاختراعات كانك تعد لهم هون في موريتاني والله اللي في شفتي هي البنوك الموريتانية أسهل طبعا أسهل بدي أنا هون أتي في الفيديو بنك سوسيتي سوسيتي جنرال اللي في الجزائر هو أكثر حماية وتم الولو وجلو معنا عنا هاي البنوك الأخرى الله يعطينا ويعطيها العافية. معنى هناك قد تكون ثروة من تحويل الأموال. قد قاعد تملك بعض دالي فرق. لك وضح لك تبدأ أنها مثل الفضة والله راسي في الفضة تملك بعض دالي كده فرق. بيدي ورقة عنده في كونتو 1000 زايد شوي تملك بعض ذاك لسنتين. لك وضح لك. ولا قاعد قد أنا حصل إنه يعتمد من الفضة. مثل الطريقة دي تستخرج بها الفضة كانك دي تمشي تشهر البنك وتعدل الشك والله تقبضها عن طريق. نقد نمشي الواقيش نقد نقبض ذات الواقيش ندير معهم مثلا نقول ما يندخلكم الفضة الوقت اللي سحبتوه. راهي 50-50 النص بالنص. أوتو أنت عن معاملة المعاملة أوتو. مدرى كان هنا الواقيج ده هي قبلوها يعودوا يعرف عن طريق الوضع شيء. هي قاعد بينه وبينك كنت في راسك قالت لي بيقول لك تحضر الكاس كنت دخلت في بيجات وعليك ترضي. ما خلي بلا قاعد ولا يقبض الهواء ما خلي حد يبع عنها. زين سيدي يا محمد قالت سؤالك هل هناك خشية تنتابك تجاه المسألة القانونية؟ مدرى كانك خايف من المسائل القانونية. أنا ماني بعد أرجع شيخ عشان خالف القانون. أنا على بابي، أنا كما قلت لك في البداية أنا قرصان هاكر أخلاقي. أكو واضح لك. ماني مخرب ولا نسعى للتخريب، نسعى لدار رواية صالحة. وياك وراجيم عند مولانا مودي عن الناس تعود على من الرواية. لا جرى قاجو انتحل الشخصية والله قاجو موريتانيا اعتكر والله مهاجم موريتانيا. مهاجم موريتانيا معروف على السوشيال ميديا اللي يدري جوجل اللي تجبرها. مهاجم موريتانيا يسعى لهدف معين. واني اول موريتاني
مقابلة الجزيرة اللي شفتوها مكتوبة؟ طبعا مقابلتك في الجزيرة مكتوبة، وراني أنا طلعت على الصفحة، وراهي صفحة عليها بخصوص مقني بالفعل، قال عنه عنده ياسم تساؤلات يختار يطرحهم عليك، وأعطاني رقم واتساب وعنك تتصل تطلع على الواتساب يقرر، راه هو صفحته على الفيسبوك. صفحت على الفيسبوك إن شاء الله، بعد الكشف عن الهوية إن شاء الله دور تعرفه إن شاء الله. هذا قد يعود ياسر، قاعد ياسر من خلق لا يعرفني. محمد يحيى عندي عنك شفت ندلام متأخر، قال عنه يختار يسوي لك متى بدأت هذا العمل، ومن دراي كان عندك مجموعة على الواتساب، عندك مجموعة على الواتساب؟ أنا مجموعتي وحلم حياتي والبصر اللي نجبر فيه وبيتي ودار أهلي أنا ناقص. أنا ناقص أكبر. والطريقة اللي قلت حد يدخل فيها فلان أنا ناقصت، ما قلت حد يسجل، ما هو هكذا شفتي هي أنا ناقصت، ما عندها ما نحن ما نستقبل الضيوف. هذه هي مشكلتنا، وهذه اللي نواجهنا المشاكل. معنا كيف المنتديات اللي يعود واحد مسجل جديد ويعود عضو جديد، نحن ما نقبل الضيوف، نحن هنا عندنا دهاكرز هم اللي خاشين جماعة الحمد لله جماعة، وأنا باقي في عمال فيها موريتاني، ذاك هو اللي باقي فيها أنا حتى. زين الداهي أنا ذكرتك ما شفتك، زين الداهي صديق البرنامج طاحوا عليه اللصوص انهار تسرقوا جهازه، كتب لي هلا من منان شحالك ياك لباس عليك وشحال ضيفك ياك لباس عليه، وقولي له عنه لا يوفق من ذا العمل، وزين حتى وعنه مفتخرين كونك موريتاني واحد في الله يجازي بالخير هذا العمل، وراهم متمنين لك النجاح والتوفيق. اللي هي نرجع لقضية نقبض صح، ثم أني قلت لكم نقبض صح. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقصى عنك التلفزة شوي واسمعيني من التلفون. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضلي معك برنامج نسمات صباحية. حال ضيفكم شماسين؟ الحمد لله. عندك سؤال اختي؟ حبيتكم ما شاء الله تبارك الله خير خير الحمد لله ما شاء الله. عندك سؤال تختاري تطرحيه على ضيفنا اليوم؟ ان شاء الله لك ياسر من الاخبار ان شاء الله تابع نهايه الحلقه دور تشوفي يقلع عن وجهه. وشاكرك على الاتصال. ماروكو صغيرة، ماروكو 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 مسلسل مسلسل ايمي مسلسل كارتا كاتبة لي انا فيسي فاتحته على 16. الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو نعم تفضل معك برنامج نسمات صباحية. الو ماروكو قلت لك قالت لي عنها فيس فاتحته على ايميل وكود يتكون 16 رقم وبينهم الحروف. الو السلام عليكم. ماروكو ما بين خلوني نقرا مساجك. الو السلام عليكم. شغلتك شامخ فيا. الو السلام عليكم. الو ما هي؟ الو السلام عليكم. الو 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 شامخ ما هي صالحه. شامخ دقيقه نقرا المساج. ماروكو قالت عنها فاتحه فيسها على ايميل كود يتكون 16 رقم وفيهم الحروف. من رايي كانوا قد حد يدخلوا ما علمت بيه، كان قد حد يدخل شفتي 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 وقلت لك عن 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 خالق برنامج عندنا احنا اهل المجموعه. لكن ما يعني على برنامج اللي انا قلت لك لا يعني على الناس اللي انها الناس كيف فار اكزامبل درجاج قاعد بالتليفون ويدخل تليفون. شفتي 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 الناس شفتي الناس اللي شفتي الناس اللي تعاني من المشاكل.
ان شاء الله كما قلت لك عندك واحده من رواد الصراحه مشات لك عن كان في ماتي حمايه خصوصا الطاجلات يعرضون المشاكل. انا بعد ان شاء الله بنحاول كاني في هذا الاسبوع على الاسبوع الموالي ان شاء الله كاني ان شاء الله نعدل البرنامج ويعود دي شراف عليه من قبل موريتانيا اتاكر وان شاء الله دور نحاول كاني بما امكن نديره على متجر جوجل ويعود موجود على النت ان شاء الله ويعود بحمايه لان نخليه ان شاء الله متاح لدى الحد في موريتانيا حد في الخارج ان شاء الله اللي نخفيها عنه وما يقدر يتوصل له يا غير بعد الناس اللي في موريتانيا ان شاء الله برعد متاح لهذا البرنامج. طبعا نمشي لكم عنه وانو فيسبوك راهو كاع عندي انا على الصفحه على منشور الاول اللي شرت عليه صفحته على الفيسبوك وانتني تعدل صفحه على الفيسبوك. انا نعرف شفتي انا الحساب اللي عندي ماني نستقبل عليه رقاش معاني الحساب الشخصي ما نستقبل عليه رقاش يا غير ان شاء الله ولين عدل صفحه صباحا ان شاء الله ولين عدنا والمشرف عليه وانا ولي نجاوب عليه ان شاء الله ان شاء الله. محمد خليل مختاري قال لي السلام عليكم سولي لي ضيفك كان ذا العمل يقوم به كان عنده عائد مادي عليه. من ناحيه الماده الحمد لله الحمد لله شاكر له عايش الحمد لله ما عنده الفضاء مع اني جيت لوحدين وعدلت المناسر من الاعمال وكلهم بدي باخذ الفضاء من بنتي ويعطيها لي ولا نقبلها من عنده ما قطك بحث على العمل اي اجر يسوى هو شنو. ليه تعطيني نصائح اولا شرايك الدولة كيف شوفي الدولة شوفي الدولة سمعت عنها قاعد قاضين انجنيرات وعنهم قاعدين هم قاعد في مؤسساتهم لا واضح لك يا غالبا نصيحتي انا للناس عن ينقال حكم دازق حكم انا الحمد لله موجود وهذه دولتي وترابها نبغيها وغالية علي ونصح الناس عنها داي امنوا بيدي انا ما قط نهار هو كان الموقع اللي كان محمي حتى واللي اختراقه صعيب كان موقع تقدمي وهوري من هذا المواقع محميين حماية لباس بيها حماية زينة بعد القرصان الاوحى فيهم بعد في زمن ما يقدر يمرض قطعا لا بد من سوره على اسبوعين هذا الهكر المحترف لا بد ما يضيع ايام وهو متبارك معاهم وخارجين طرق الحماية مع اني انا ما شفت موقع موريتاني محمي هذا بكل صراحه. اللهم اغفر لي شخص طبعا فاتح فيسبوك باسم مستعار اللهم اغفر لي كتب لي سولي لي كان القنوات التلفزيونيه قد حد كانك بدك تخترقهم. عندنا نظام في المجموعه هو تعطيل البث ولا تعطيل البث لمده وقت محدد. هذا برنامج لابد من كونكشن عاليه الجوده تقريبا ك 40 ميجا تعود عاليه السرعه وهذه الشبكه هي موجوده في موريتانيا بداركه موريتانيا اكثر قوه فيها اللي هي دي ميجا قاعنا جي تامه دائما جاي دا قال لي شيء ما جايه تامه. الحسن كيش طاحنته كتب لي عنه كيف يمكن اختراق حساب قناة شنقيطك لك دون وانا قال لي مناسب لي كان هو قط قرصان قنوات بين سبور شفت انا قاعد وقاعد كيوتش اللي خبر لي ياسر بالاخبار انا قاعد اقول لك الوالد قال لي انا ما قد دخلت قاعد في تليفوني من الناس اللي يكون فيه ومن رواد التواصل الاجتماعي ما قد دخلت كارت كونكشن في تليفون. وانتم طبعا تدخلوا وتقدوا عن شفتي نحن عندنا كونكشن نحن ما كونكشن من الريزو نحن كونكشن عبر الاقمار الصناعيه عندنا جهاز نشروه هو اللي كونكشن عبر الاقمار الصناعيه والسرعه دائما عندنا كارنت ميجا الى سيكنت ميجا ميجا بايت. زين من درك هذا كان قد طلبت بيك واحده من الدول عنك تشتغل معها. والله لقطوا ما يدول لقطوا اشخاص من دول مشاو برسائل وقالوا عنهم يتمناوا عن يخش لك الدول وعنهم اذا جيتهم قالوا بجيران اذا جيتني اذا نعرف ذاك شو. زين اخر رساله ان شاء الله نقراوها من الزهر محمد زهر راني موجهه لك تحيه. زهره طبعا زميله وصديقات تعمل في قناه الموريتانيه قالت لك سولي هدي عن حد فتح فيس على رقم كان يقدو هكا. صلحة طبعا صلحة يا ولد جاوبت هي قاعد ولاد قد تهكي هي ولاد راسها ان شاء الله ولا بعد مشروع هاكر زي هذا هي في الختام
مستمدة هي تعطيني نصايح عامة سبق نكشف عن مشاكل. شفتي أنا قاعد الله بغراش اللي نقولكم النصايح اللي موجهة نبدو بعد قاعد بنصايح خصوصا على المجتمع الموريتاني هذا واتساب خوض منه ياسم واتساب السبب ياسم مشاكل انتشار صور انتشار الكلام عود لقاش قاعد يكلم على باب ويرفتها لقاش ثاني واتساب موجهة ما يقدم تساحة ما يقدم تساح شيء وما شافي كيف مسنجر ولا هو ده عندك تلاف ديكاسيو راجع عندي قادر تسارك حد محمد ساجي من امتحاني يطلع لمحيت وانا قاع لا لمحيت تي امتحاني يمتحان اي وزي معناه حد بعد مشى ميساج هو حد اخر مشارك انت رسالة بما اني اعطيتك الابليكاسيو وما شي سارك حد اخر مشارك رسالة ومحان انت ما تمتحان عندك اكو طاح لك يا غالي انت قلت تمحي عن لقاج وتمتحان زين وهذا قاعد عندك توزع على الناس اللي طالبه مشى 18 شارك معناني قد تسربوا معها لا سربوا يعطيك في ربي وتعطيني نصيحة الناس اللي تستخدم المواقع التواصل الاجتماعي ناصحهم الحالة اللي حافظوا بها على 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 مواقعهم وعلى وضع صفحاتهم وعلى حسابات شفتي هو مالهم هو مالهم أمان هو الحافظ اللام ولام أخذ أحلى يا غير بعد خارج رواية خارج رواية نصح لقاش عنه يعود الرقم السري دائما يتكبل من حروف ماشي سكيل ومن سكيل ويعود فيما تي رموز كدي بوين تعود فيما تي عرباز تعود فيما تي شيفت تعود فيما المربع والنجم كيف تكدي انا ركاتي رقم كارتهم ما تلقى شريته يكساعة اظن احسن رقم محافظة هي كدي وقعت غيرت ودرت اللهم صل على سيدنا محمد كاتبها بالعربية التقبيل هي مودي باسي هي مودي باسي انا عارفه ايه ولين اخترقها كان مؤسسه ليك لابد من التاكيد لابد من اكد انا عليه شنو غادي تخشي حسابي لابد من السؤال دمان زين والسؤال دمان قاعد تقولوا لك السؤال دمان كاتبه مار الحوت ومن رايك كان منين يدخل حد حسابك يا كانك تفطنتها والله يجيك مسج والله انك يجيني برساله على تليفوني كالعاده هي قاعد لي هي قاعد لي واقع على النازفر حد فاتح على تليفون وحد فاتح على الايميل يشيك ميساج حاد بعد من درا من يعود كي باغ اكزامبل اللي تعود تخترق ولا كاج وعود هو فاتح فيسبوك ولا فاتح انستغرام على على الايميل تجي اللي تخترق الايميل هو الاول والله اللي نخترق الايميل هو الاول حق بعد من خلال الايميل نوصلوا للحسابات اللي مربوطين بذاك الايميل بخصوص الناس اللي عندها حسابات في البنك شنو هي الطريقه دي تقد الشخص العادي شفتي موريتانيا شفتي موريتانيا نابع على روايه واحده عند باقات الائتمانيه ما كانش عاد يعرفهم شفتي لو كانوا يعرفهم يعودوا داخل مشكله كبيره من ناحيه انا الفضل تحول الى عن طريق بطاقات هي فعلا بطاقات الائتمان مثلا بطاقه الائتمان بدي نعرف بزمن عن تميت ماشي نفتح ثاني واحد شيء راكب وات ولا عندي قزوال وفي الحقيقه الحاله بتنات الزمن وانا ماني واحد شيء وتميت ماشي لين اجبرت اقرت قيشين مزروقه البنك ماني سامي اسمه ومشيت وبعت الكارت قيشي غادي نباع كان فارق تاريخها ديك الساعه اللي قعدت 2017 وكارت قيشي غادي فارق 2015 وكانت مزروقه وقبضتها ونظرتها حتى ومسحت انا وقعدت عليها ودخلت للباس ودرت فيها 50000 جنيه ومشيت سحبتها ودرت فيها قزبار ومشيت منها دراعه وقعدت منها امور ذيك في مرحله كنت كمبتدئ كمخرج وعقب جيت الخالي اشتغل في البنك وعقب تقعدت قلت تالي قال لي هاي حلال عليك حلال عليك؟ ايه حلال عليك والله قال لي هو اشتغل في نفس البنك اللي قابلها انا منه انا ساكن واحد اعطاها لهم والله كان ولد الكونت اللي كنت انا قابلها من واصل لا عندي عنها التالي ده عندي عنه لا اعطيها لك اللي هي تعطيني معناه بعض الاشخاص العادي ما يقدروا يامنوا انا قلت لك عليهم الحمد لله انا عنهم ما عندهم بطاقات الائتمانيه فيزا كارت ماستر كارد بطاقات الائتمان تخلع الناس من بطاقات الائتمان هم اخف بالله هي بابا مرفوده هي بابا مرفوده في كارت يقدر يمشي الصباح على ما عندهم طريقه يقدروا يامنوا بها البنوك بس بحال يقدروا يامنوا البنوك عندهم نظام حمايه متين لك واضح لك وانا بعد عاجبني النظام اللي دايرين ماركاتي مع اني قد سمعت قد شفت الخبر عنهم شارين ابلكاسيون عن عندهم انجنيرات اجانب يشتغلوا لهم قد يعودوا فونات موريتانيين على ذا النظام والاول كان حلمي انا الوحيد والله الذي نسعى له تعود خالق مجموعه تبغي تتعلم نعدلوا لها دروس ونفرموها ونكونوها وتعودها متفرقه في الجهات كل البنوك وياسر مشي يعودوا يشتغلوا ويعودوا يظهروا بايادي موريتانيه بدي انا استحيت مني ينقاد لي هذا البنك عليه فلان عليه انجنيير ينقاد له
ينقالوا ماركوس والله ميشيل والله رواية والله لا تشان عندي حتى. وهذا ميشيل اللي قاعد نعرف أنا عني والله لنقد خسر حياته خمس دقائق. اللي هي تعطيني مالي نصيحة للناس اللي طبعا تصور في تليفونات حياتها حكم ان هم ثاني قاع حكم ان اساس حياتهم درك دا في تليفون فيديو على قاج من المصباح تم قابل تليفون يطرح راسه. شفتي النصيحه اللي نقول للناس عنهم يمنوا تليفوناتهم. هو ما خلق قاج قاع من تليفونه والله مدي ما قابلوا بهذاك الناس اللي هم عندها كاتشي دا واحد شاف التليفون اللي يكون يكتب فيها ويدير فيها الصور يقعد داري فيها معلومات وكامري. لكن ضحك لو يدير في تكترك عن ما خلق قاج عن موريتها ما فيها ذاك ذاك نظام كونت بانكير اللي يعود من البنك والله لك. لو كان الشخص كيف ساكت في الخليج وفي العالم الاخر الناس هتقطع بياتها بار تليفون بار تليفون تليفون حتى عنه عيسي بالعمله الصعبه اللي اركاتي راجل ينقل البيتكوين. اكو ضاح لك الحمد لله مو في موريتان. لو كان هناك في موريتان تفلس ياسر من الناس والله يتعرضوا لمشاكل وياسر من شيء. والحمد لله اركاتي موريتان دا يقبضوا له بيه ويمشوا يقصروا فوتيك ويشروا بيها بعد لهم هم داكاش توكاش ما لهم ماتي معاملات بالبطاقات. بما ان وقتنا مازالوا منه دقيقتين شنو الكلمه اللي تختار اللي توصل؟ الكلمه عندي انا مودي منك طلب شنو؟ حنك توصل لي الكلمه. الكلمه اللي نوصل شفتي الناس ننصح على جاهم اي رابط في اي كان في اي برنامج والله اي روايه يعطوك اسم مغري تعود انت يعطوك اسم مغري يقول لك مثلا عن هذا فيديو هذا موريتاني دا موريتاني خارق للعاده دا يوقف يخبط حجره الدقدق وتقوم تبيك تغبط وتخش ذاك الفيديو ذاك الرابط تخشيه انت ضحيه الضحيه يدخلوك ولا يدخلوا لك فيريس هم اللي يدخلوك هو من راسه فيريس هو راسه الرابط اللي مشي لك فيريس هو يدير لك حاله مثلا ركعتين قبل انا ركعتين كنت ركعتين الصوره ونقول عنك وندير عليه مليون اعجاب وعنك مشهوره وعن ما شاء الله وعن عنده هنا جائزه وحتجاوب عليه ريكومات والله كومنت والله جاوب عليه السؤال عنه ليش ما شاء الله مليون من دقيه ويقوم بالهرده ويجي كومنت يلا داري عجاب ذاك هو تعرض للهجمه ذاك واضح لك وفتو زين اقول لك انا طالبي عندنا لين نختم الحقيقه لا تكشح وجهك لين اكشح وجهي بدو ان شاء الله هذا هو اخر هذه اخر مرحله لي في العالم الافتراضي وجاني تقريبا دغره 5000 رساله على الفيسبوك ذو اليومين اللي قررت اني اعدل معكم هالرساله على الفيسبوك وعلى الصفحه عنهم طالبين مني يعني نعرض لهم والله نكشف لهم الوجه. طبعا انت ليه تفتح صفحه لنفتح صفحه وان شاء الله فيسبوك اللي نعرف به وراه هو موجود عليه الصوره اللي شافني اللي يعرف فيسبوك وراني بكومنت اللي كنت ماتي في التعليق طبعا دور انا نطلعها ونطلع مالي والله طلعت البعض المقال اللي كاتبته الجزيرة عنكم طلعيه وطلعي الحساب الشخصي وان شاء الله لندير ان شاء الله صباحه ولا انت متواصل مع الناس ان شاء الله للفائده نفيدهم ونستفيد منهم ولي يفيدوني ان شاء الله تعالى لان يقدم لدينا نعرض عن وجهي في فيديو التعريف للمجموعه طبعا يطلب المخرج يقدم لنا فيديو تعريفي عن المجموعه وراح ان شاء الله نعرض عن راسي ان شاء الله ولا قاعد داري في الفيديو يجبروني كشحه وجهي والله تعرف ان تكشح عن وجهك وبعدين نختموا بالفيديو به اللي وقتنا ما تلم منه ياس اوكي طيب ان شاء الله طبعا ضيفي احمد التيجاني معروف احمد العلوي في الفيسبوك ده اللقبة طنك 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 ان شاء الله يوحد فيك والله يوحد وقع هو حازم واحد والقراصنه معايا هنا تي حازم تبتيلي حتى لقى اول شيء عرق توي طبعا احمد تيجاني احمد ولد تيجاني موريتاني عطاك اوتو وراه وجهي الناس اللي كانت طالبه مني اصلا عني نعود لها مباشر وراه ما شافوني وراني الناس مود اللي طبعا شرف البرنامج يعني شخصيا وشرف القناه على انه اول قرصان اول اتكر تعادل معاها مقابله في اي واحده من القنوات والله اي برنامج من البرامج المحليه هذا هو اول برنامج اللي ظهرنا فيه كشخص
تظهر مودي او نظهر لابس درع وتركي اللي انا قاعد درع الناس يعرفوا هذا لابس القناع دي الناس اللي يقولوا داير على وجهه الناس هم اللي قاعد يعرفوا اللابس القرصنه يعرفوا هذا يعني يعرفوا لابس القناع هذا هو هذه قاعد خفه الاطاري ما كانت عندي دام طري هذه طري هذه عاد سيوا في نهايه حلقتنا اليوم نشكرك جزيل الشكر على هذه المقابله اليوم وطبعا كالعاده نشكر جميع طاقم برنامج نسمات صباحيه ولهنا تعريف عن يعني المجموعه بعد منين اخذتم ان شاء الله وطبعا نشكر شاي حياتي الممثل الحصري للمنتوجات الاوروبيه على رعايته لهذه الحلقه خارجي مسالتين والدتي تقول لي انت تتكلم لها من وسيلتي بس انا طابع عليك وحتى انا قلت لك مودي يعني فيك اهلا تقول لي انا قاعد انا طلع على في حتى بدي قاعد كنت البارح لين عدل لك روايه بقى طبعا اشكركم على حسن المتابعه قد ان شاء الله لين نعدلوها حلقه موسيقيه فنيه بامتياز نوفم قضيه التهاكر وذيك المسائل يوم السبت ان شاء الله هذه هو الصبح الى اللقاء